مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. جولة اللي ان شاء الله حنايا بالضبط في شارع محمد السادس في درب السلطان، شارع الفيداء. حنايا في اتجاه يعني طالع الفوق القريعة جوادي، ونشوفوا ان شاء الله دوك المناطق كذلك. صباحكم مبروك متابعينا، ودائما كيف ما عودناكم في اطار هذه الجوالات فكنحاولوا على اننا نقوموا ب حوار حول بعض المواضيع ونتناقشوا فيهم ونعرفوا ارائكم وكيفاش كتستقبلوا يعني هذه المواضيع. كيف ما كيعرف متابعينا، وحنا ان شاء الله مقبلين على عملية ديال التلقيح اللي عطى الانطلاقه ديالها سيدنا الله ينصره ان شاء الله بجميع يعني مناطق المغرب. غادي نحاولوا ان شاء الله نتناقشوا حول هذا الموضوع، و احنا كاملين ان شاء الله فرح، وحنا كاملين ان شاء الله يعني كنتسناو على اننا يترفع علينا هذا الوباء وتم ان شاء الله تكمل هذه البادره هذه، تكمل باحسن الظروف واحسن الاحوال. غادي نحاولوا لاننا نقراو بعض من التعليق ديالكم متابعينا ونشوفوا يعني ارائكم. معكم سلام، شخصيه نادره. ميد دابا خويا تقريبا الربعة لاروب، شحال الساعه قلتي لي؟ شحال الساعه كازا خاوي؟ حيت كنعيشوا اجواء ديال الحضر التجوال الليلي خويا، داكشي علاش. من هذا المنبر كذلك نبغوا نشكروا يعني الناس ديال الامن اللي كيقوموا بعمل كبير يعني على انهم باش يسهروا على في هذه القرارات، وكذلك يسيروا الامور بشكل مزيان. كنجدوا لهم الشكر في عز هذا البرد هذا. الناس كاينين في البراجات كذلك، الناس ديال الدرك الملكي، الناس كاينين في البراجات، ناس خدامين يعني في هذه الاجواء هذه. نتمنوا لهم الخير وكنشكرهم على هذا العمل اللي كيقوموا به. كذلك الناس ديال الاطر الصحيه والطبيه اللي كيبقاو مجندين لهذا الوباء هذا، وان شاء الله هما اللي غادي يباشروا هذا القيام بهذا العمل ان شاء الله ديال التلقيح اللي كنهضروا عليه. شكرا لهم كذلك جميع الاطر الطبيه والصحيه. فين كنذكروا يعني الاطر الطبيه والصحيه، فكنذكروا معاهم كاع اللي كيخدموا يعني في المستشفيات وفي المرافق، سواء ناس ديال الميناج اللي ناس ديال رجال النظافه اللي حتى هما بدورهم كيبقاو فايقين في هذه الوقيته وكيسهروا يعني على تنظيف الشوارع وعلى بزاف ديال الحوايج. كنشكروهم كذلك. يعني بتضافر ان شاء الله ديال الجهودات ديال الجميع، وبمواطنين وبمنخرطين وبمسؤولين وبكل شيء ان شاء الله. ما بقى والو على اننا يعني نمروا من هذه الازمه هذه اللي دوزاتها علينا هذا العام، يعني دوزاتها على العالم. شفنا العالم كيفاش تغير في 2020، شفنا الاضطرابات اللي عاشها العالم في 2020 اللي ما نظنش على انها تعاشت قبل، والله الا واعلم واش انها غادي تعاود عاوتاني تعاش ولا لا. شوف يعني هاد الاقدار يعني سبحان الله العظيم، يعني اللي ما كانش بنادم متخيل على انه غادي يعيشوا واحد النهار وكان كيتفرج فيه على كفيلم يعني. فالناس دابا عاشوه من حجر التجوال الليلي، من حجر صحي، من امور هكا وباء اللي كيتنقل من الناس بدون يعني غير باللمس ولا بالهواء اللي حداك، يعني بزاف ديال الامور يعني اللي اكتشفناها في 2020. فنتمنوا يعني من الله العلي العظيم على ان الازمه بدات في 2020 فتسالي في 2020، ونستقبلوا ان شاء الله حنا على اعشاب ديال عام جديد ان شاء الله. نتمنوا من الله ان شاء الله نستقبلوا يعني هذا العام جديد باراده جديده وبنفسيه جديده وب يعني بكل شيء ان شاء الله جديد ويكون مزيان.
احلام كتقول يا ربي فوقاش يسالي قريب اختي احلام ان شاء الله ما بقى والو ويسالي هذا الشيء. ان شاء الله اختي هند انطلاقه فغادي تبدا تقريبا من الاسبوع المقبل ان شاء الله. السلام اختي خديجه زورو. يعني اخويا كاين المرافق في جميع المناطق جميع مناطق البلاد كاينين الحمد لله مرافق يعني في اي مدينه وفي اي حي ان شاء الله غادي يكون هذا الشيء. بحالنا في اسبانيا مات خويا يعني بدات حمله اللقاح في اسبانيا ولا مازال فيدنا خويا نتايا عاود لينا بحكم نتايا يعني خويا عايش تما عاودينا خويا انا بعدا غنديرها اكيد خشيت انا يعني الناس كلشي كيتسنى هاد الحمله ديال التلقيح الناس اختي تكرفصوا اختي سناء في هاد الكورونا هادي شفنا ناس اللي مساكن ما لقاوش باش يخدموا ما لقاوش باش ياكلوا ولادهم ما لقاوش يعني باش يخلصوا الكراوات ديالهم تلاحوا في الزنقه يعني الله يحسن الاحوال الجميع بزاف ديال الامور اختي اللي شفناها في هاد الكورونا هادي. اخت روان كتقول الصراحه بغيت نعرف واش هاد التلقيح صالح للناس اللي فيهم الثقه ولا لا ضروري اختي روان غادي ياخذوا يعني بهذا المعطى هذا فالعلماء اللي سهروا على هذا الشيء وما عارفين باللي كاينين ناس عندهم ثقه ناس عندهم سكر ناس عندهم طونسيون ناس يعني مرض يعني كل واحد وشنو ضروري غادي ياخذوا بهذا المعيار هذا اختي روان تحياتي لك كذلك خويا شكرا لك خويا مات. سناء كتقول عم اسود الله يرحمنا عمرنا نسوي يا اختي سناء هادشي تقريبا مشابه لواحد الفيلم يعني اللي عشناه في هذا العام هذا يعني عام كارثي بكل مقاييس العالم سواء اقتصاديا سواء بالنسبه للناس تشوفوا لهم ناس احباء ديالهم اللي داتهم هاد كورونا هادي ناس مشاو لهم والديهم ناس تكرفصوا سواء ماديا سواء معنويا اختي دونك كانت ازمه خانقه الله يرفع علينا هاد الوباء هذا الله يرحمنا ان شاء الله والله يرحم الناس اللي ماتوا بهذا الوباء والله يشافي الناس اللي مازال مرض والناس اللي مازال يعني بصحتهم فهذا درس للجميع يعني درس كتاخذه في الحياه انت كتشوف قدام عينيك. امين خشي روان امين وكيلي كيقول 2021 كشار من 2020 راه يلاه جيت من داخ كتجي من المستقبل خويا الوكيلي الله يحفظه صافي يعني نتمنوا من الله 2021 يكون فيها الخير وصافي. ما كاينش خويا الحجر الصحي في كازا كاين غير الحجر ديال التجول الليلي.
الناس خايفين من هذا التلقيح وياخ شي وداد، ولكن ما كل واحد سبحان الله كيفاش كياخذ الامور. فالناس فرحانين كذلك بهذا التلقيح هذا اللي غادي ان شاء الله يرجع لينا حياتنا الطبيعيه اللي كانت قبل، ونساو هذا الوباء هذا مره. يعني كل واحد وكيفاش هو كيفكر، كل واحد وكيفاش هو كياخذ الامور. يعني اختي وداد كذلك شي روان، ما عرفتش شي السبب اللي كيخلي بعض الناس يقولوا مثل هذا الكلام هذا. يعني كنشوفوا ناس الابحاث عام ديال الابحاث عام، وهم الناس في المختبرات كيضربوا التمر عام، وهم الناس اي بلاد مشيت لها مرونه بكورونا، حابسه الاقتصاد، حابسه السياحه، حابسه بزاف ديال الامور. ما عرفتش شي انا الامور كيفاش كتشغل كولور معها. نعم ان شاء الله اختي معها. تحية طيبة كذلك خويا طوطو، وتحية للناس ديال ايطاليا. نابولي الامور هانية. تحية للجالية يعني المقيمة في الخارج في جميع أنحاء العالم، وتنتوما عرفنا كاينين فيكم ناس اللي مساكن ما جاوش لهذا العام، اللي شوفوا الأهل ديالهم والأحباء ديالهم ووالديهم وخوتهم بحكم يعني هذه الجائحة وبحكم هذا الوباء هذا. إن شاء الله تجيو وتلقاو الأهل ديالكم في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، وتنتوما تلحقوا عليهم وتلاقى إن شاء الله وتكمل الفرحة. والله يجيبكم على خير، ويعني فين مكان والله يجيبكم على خير. الله يحفظك خويا طوطو، الله يبارك فيك، الله يحفظك. اذا المتابعين وصلنا لنهاية ديال هذا البث هذا، شكرا لكم وشكرا لتتبعكم. نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.